فدنا في ايه الذكاء الاصطناعي في دولة زي مصر؟ احنا مش الصين، مش اليابان. اولا احنا مش الصين، لا احنا بالزخم الحضاري اللي موجود عندنا في مصر، دايما مصر بتبص لقدام، عمرها ابدا ما يعني مصر عباره عن بلد التحدي يعني. صحيح. قديم الازل. ربما يكون في كبوه حاليه في الشرق عموما وفي مصر، ولكن العقول المصريه، لا الام المصريه ولاده تنجب العلماء، وانا متفائل جدا ان مصر هتاخد مكانتها في ال ايه ابرز تطبيقات لو مشاهد مصري بيتفرج دلوقتي يقول لك الذكاء الاصطناعي اللي انتوا عمالين تتكلموا عنه ده هستفيد بيه ايه كفلاح مثلا في الارض؟ والله انا من ضمن الحاجات، لان انا اصولي ريفيه يعني، من ضمن الحاجات اللي انا بفكر فيها ان عايز اعمل اجهزه مثلا يعني، او بحلم بان يبقى في مصر اجهزه تقلل احتكاك الفلاح بميه الترعه وتقوم ببعض الادوار بالنيابه عنه على اساس المحافظه على على على, على, على صحته طبعا، ده من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه طبعا لزياده لمضاعفه الانتاج الزراعي مثلا. انا لو عملت روبوت يقوم بمهام زراعيه مثلا هيبقى اداؤه طبعا. هل تعتقد العقليه يعني الريفيه في مصر تقبل حاجه زي كده؟ والله الفلاحين عندنا انا يعني شايف بخير يعني، يعني يوافق ان في انسان آلي يروح. هي طبعا كل الامور بتيجي بالتدريج يعني. واعتقد واي نوت، ليه لا يعني، طالما في الحاجه ظهرت وليها فايده فطبعا. هل ممكن نوصل نعمل حاجه مماثله للعقل البشري؟ ما هو يعني نقدر نقول المحور الاساسي للتطبيقات الذكاء الصناعي هي محاكاه العقل البشري. بس زي ما اتفقنا اللي هو فكره ان انا اوصل للمحاكاه التامه، يعني بمعنى ان يبقى في عنده ابداع، ان انا كاني بكلم شخص 100% انسان، دي فيها تحديات كبيره يعني مشوارها كبير. مشوار طويل. بس كنت قريت مره حجم التوصيلات العصبيه والموصلات داخل عقل الانسان اكبر من مساحه الكره الارضيه. بالظبط. وفي حاجات كمان غير مفهومه بشكل كامل، يعني فكره التذكر مثلا. هو المعتاد مثلا في الحاسب ان تذكر المعلومه بيتم يا اما بطريقه متوازيه او بطريقه تسلسليه، يعني ان انا افتكر بالراجع كده اخد وقت عشان اجيب المعلومه نفسها. انما الانسان لا، انت ممكن تشوف واحد ما شفتوش مثلا من ايام ما كنت طفل مثلا او كده، واول ما تشوفه عمه فلان اهو تفتكر على طول. جبتها ازاي مع انها في عمق الذاكره تحت خالص. دي طبعا الروبوت لازم يعني يستدعي تسلسل مثلا، او على حسب القدرات اللي هي الانويه اللي فيه، ممكن يبقى في نوع من انواع التوازي، انما مش بالشكل اللي موجود عند الانسان. هو طبعا في دراسات بتحاول تعمل نمذجه للفكر اللي موجود عند الانسان وتطبقه على الحاسب، بس لازال في فجوه. اعتقد ان هو ده التحدي. تطبيقات الذكاء الاصطناعي هتختلف من دوله لدوله؟ والله هو احنا دلوقتي تقريبا ما بقاش في الدول ما بقتش بالانغلاق اللي كان موجود في فترات سابقه، يعني كله شايف كله تقريبا. النهارده مثلا لما بينزل احدث موبايل في العالم، امريكا بيروح للعالم كله، بتلاقي بيروح للعالم كله. فاحنا اللي هي فتره العولمه دي بقى، اللي هي فكره ان احنا لا احنا لا هنبقى متواجدين طبعا مع نفس المشاكل اللي موجوده في معظم العالم. طبعا في خصوصيات للمشاكل عندنا، انما هتبقى نفس ونفس التطبيقات. يعني لو سياره بره بدون سائق في امريكا واليابان هتيجي في يوم من الايام مصر.